أخبار اليوم. خميس رئيس تحرير النهار الكويتية والشريك الإعلامي لاتحاد الإعلاميات العرب النهاردة. أهلا بك في بوابة أخبار. أهلا حياك الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بالقناة الإخبارية المتميزة. دور الكويتي اللي بيلعبه في الإعلام المصري، التواجد الكويتي دايما موجود وشريك أساسي في كل المناسبات والمحافل الإعلامية. إيه اللي خلى النهاردة الإعلام الكويتي تدخل معنا في اتحاد الإعلاميات العرب؟ طبعا الإعلام الكويتي تتكلمين عنه إعلام كبير، وصحيح إحنا دولة صغيرة ولكن إعلامنا ما شاء الله واصل كل دول العالم، وإحنا بالعكس مصر من الدول اللي ننشأ هي فيها، هي الأساس في الإعلام كله. وطبعا بقائنا موجودين إحنا هني كإعلام كويتي دائما يسعي إنه يكون متواجد في كل صغيرة وكبيرة، وثقتنا ووجودنا ما اليوم موجودين في تدشين حفل تدشين اتحاد الإعلاميات العرب، هذا كان شيء يعني منبع من عندنا خاص، إن شفنا دور الإعلام واقف عند الجانب النسائي، يعني خلينا نقول مواقف يعني ما ماخذ الدور الكبير، وأنا أعتقد إن ليهم دور ومجال أكبر ممكن يقدرون يبرزون فيه. ولقينا الاتحاد الإعلاميات العرب يحتاج الدعم إلى الانطلاقة مالته، ولا يكون إنه تابع لشخصية معينة، يكون تابع للدول العربية والإعلاميات كاملة. فاستطعنا اليوم أن نوقف معهم ونساعدهم وندعمهم بالفكرة من داخل مصر وانطلاقا إلى الدول العربية، ودعيناهم أن يكون أول عاصمة لهذا الموضوع في 2016 الكويت، ولكون أن الكويت هي عاصمة الثقافة المعتمدة لسنة 2016، فراح يكون الحفل حفلين، حفل تدشينهم واعتصامهم والعاصمة الكويت، وزير الثقافة والحكومة الكويتية راح تكون في حفل استقبالهم، ونوديهم ويزورونهم وينقلون أفكارهم وكل متطلباتهم. وأعتقد إن شاء الله الكويت لكونها عاصمة الثقافة العربية راح يكون لها دور لإيصال أفكارهم وكلمتهم إن شاء الله، وفقهم وإن شاء الله يكون كلامهم صدق وليس حبر على ورق.